لما فتحت كلية إعلام في بني سويف، المحافظات المحيطة حست إن في طاقة فتحت لها. يعني كان صعب إنه تسافروا مثلا إعلام القاهرة أو ولا إيه؟ هي كانت حلوة الأهل بني سويف يعني أكيد. نعم؟ كانت أحلى حاجة حلوة الأهل بني سويف نفسهم إن دي أول حاجة تفتح، وبعد كده كانت الناس مثلا مجموعة القاهرة مش جايباها، ففي إعلام بني سويف أحسن من مثلا آداب قسم إعلام أو كده، يبقى حاجة تخصصية أكتر. أنتِ عايشة في الغردقة أصلا؟ أنا عايشة في الغردقة أصلا من وأنا صغيرة، مدرستي في الغردقة وكل حاجة في الغردقة. بس فكان عندنا توزيع جغرافي مفتوح عادي، بس شرط ان احنا نجيب مجموعه كليه عادي عشان احنا ما عندناش جامعات في محافظتنا. بس فانا عايزه اعلام اصلا، يعني انا اول رغبه كاتباها اعلام، مش عايزه حاجه غير اعلام. بس فما جاتليش اعلام القاهره بنص درجه، وفجات لي بقى اعلام بني سويف. ما كنتش عارف اصلا في اعلام بني سويف غير يوم التنسيق، ما اعرفش ان في كليه اعلام اصلا. يعني يوم التنسيق بني سويف ما كانش يعرفها. انا حسين بني سويف ما كنتش عارف ان في اعلام، عرفت منها لسه حاجه لسه فاتحه جديد. ما كناش عارفين ان في كليه، لدرجه ان بابا اصلا اتصل بيهم بالجامعه وقال لهم هو فعلا في كليه اعلام ولا بيضحكوا علينا؟ ولا ده كلام ايه؟ بس وجينا وكنا فعلا اول دفعه يعني. وقدمتي وعايشه بقى في بني سويف ولا بتروحي وترجعي تعملي ايه؟ لا طبعا المسافه 7 ساعات مثلا وكده. فقاعده في سكن وبروح بقى عادي في الاجازات بروح البيت. مين تاني بالنسبه له افتتاح كليه اعلام في بني سويف كان حاجه مهمه؟ انا كانت امنيه كبيره جدا بالنسبه لي، انا جايبه اعلام القاهره بس ماما ما رضتش، ففضلت سنه مستنياها. يعني اول ما عرفت ان هي تفتح دخلت تربيه، سبت الترم الثاني وقلت لها هفضل قاعده مستنيها، مع اني كنت جايبه امتياز. كانت حلم وامل، كانت اهم حاجه في حياتي. ماما ما رضتش انك تروحي اعلام القاهره بس لما فتحت بني سويف. عرفت ان هي هتفتح، لا انا عارفه ان هي هتفتح فانا قاعده مستنيها تقريبا. بس كانت عارفه ان هي هتفتح. لا انا متابعاها على النت طول الوقت، كل يوم بفتح سيرش على جوجل عشان اشوف اعلام بني سويف فتحت ولا لسه، واروح لها بقى كل اسبوع. كل حد اشوف المبنى بيطلع ازاي. ايوه انا مبسوطه جدا على فكره، انا مبسوطه جدا. من بني سويف برضو. هي بنت عمتي اصلا. وهي كانت اكبر مني بسنه في التعليم، فانا كانت تقول لي مثلا كانت ثانويه عامه، كانت تحفزني جدا، يا اميره انت لازم تدخلي اعلام، انت هتدخلي اعلام. انا اساسا ما اعرفش ان في كليه اعلام هتفتح هنا. فالمهم خلاص انا صدقت كلام سمر، كتبتها رغبه اولى اعلام، وكانت كمان رغبه ماما. ف لحد التنسيق ما ظهر اعلام انا بروح الكليه لسه ما فيش حاجه. لا هم بيضحكوا علينا. الشكل السنه دي هتضيع عليه زي ما ضاعت عليها ولا حاجه. بس الحمد لله يعني دخل طلع حقيقي. انتوا كنتوا مزنوقين وانتوا بتعملوا مشروع التخرج بتاعكم في الوقت ولا كنتوا مريحين؟ دي مغامرات بقى، عارفه اللحظه دي عارفاها طبعا. اصلا ساعه تسليم المشروع ما كناش متضايقين، يعني بتشوفي الضياع قدامك يعني خلاص بتبقى اللحظه. احنا النهارده على فكره ناقشنا النهارده بس الاول، ناقشنا النهارده احنا جايين سفر من المناقشه، يعني النهارده اخدتوا التقدير؟ لا النهارده المناقشه كانت برزنتيشن الصبح وخلصنا وجينا على طول، وفي الطريق عرفنا النتيجه اخذنا المركز الاول. الحاجه الحلوه احنا شفنا، احنا عرفنا المشروع ده يعني بالانترنت، يعني ما يعني والله اول ما زمايلنا ورونا قلت لهم ايوه انا ده، احنا عايزين ده، حاجه حلوه جدا. وهقول لكم انا حسيت انه مكانها التلفزيون، يعني حسيت انه قد ايه فيها معنى حلو وراقي ممكن تتغاضي فيه عن اي هنات او هفوات ممكن تكون موجوده يعني. انما حسيت انه ينفع يتذاع في التلفزيونات، ينفع يتذاع في الراديو. وعملنا الفقره وقلنا لكم تيجوا من غير ما كنا نعرف اي تقييم الكليه، ولا انتوا اصلا هتنجحوا ولا مش هتنجحوا، ما كناش عارفين اصلا انتوا فاشلين ولا. المهم عملت حاجه حلوه. فاحلى حاجه ان وانتوا جايين في الطريق قالوا لكم اخذتوا مركز اول. مبروك، الف مبروك. ثانيه بس انا عايز اقول حاجه بسيطه. اليوم اللي قبل ما كنا خلاص هنروح نستلم المشروع بتاعنا، فقاعدين نتكلم على الواتساب عادي، فبقول لهم يا جماعه نفسي من غير طريقه بجد، نفسي اقعد على الانتريدا بجد والله. ايوه نفسي اقعد على الانتريدا. فقعدنا نضحك ونهزر كل شويه، تقول لنا دي كانت امنيه اقعد على الانتريدا جديد. انا عاوز اقعد على الانتريدا جديد الحمد لله. عارف الشيء لله والله يا حضرتك، نفس اليوم اللي حضرتك كلمتنا فيه كانت دعاء قاعده بتقول يا جماعه انا عامله ويش ليست 2017 لازم اكون قاعده. انا المفروض ان انا بدايه 2017. المغرب
عاملة ويش ليست، عاملة قائمة الأمنيات. هي معايا أصلاً، هي معايا أجيبها؟ هاتيني وريني قائمة الأمنيات. أنت دفعة هايلة، أنا متأكدة جداً فخورة جداً وبكل اللي في الكلية. والله أنا طول الوقت بقول دي قائمة طويلة جداً، ممكن أقراها ولا تكسر؟ لا عادي مفيش مشكلة. ويش ليست 2017، واحد مشروع التخرج بتاعي ما يبقاش حلو بس، لا يبقى فظيع. اتنين، اشتغل في حتة كويسة وما تبقاش شغلانة فيها روتين. تلاتة، ادخل البيت باول حاجة اجيبها بفلوسي. اربعة، اتخن 10 كيلو. بصي البند ده بعد 10 سنين طبعا هتحتفظي الورقه دي، يعني في 2027 لا هتكتبي ايه؟ عايزه 10 كيلو يعني. طيب احنا كنا في 4 5، اصلي براحه بالراحه بالراحه. غلطه املائيه اوكي. بالراحه فيها الف لام ماشي اوكي عادي عادي. تقول لك هتتمنتج يا دكتور. طب والله ما انا شايلها في المنتج. ستة، اعمل ليزك ماشي. سبعة، اتقابل مع اصحابي بتوع الكلية اللي من محافظات تانية. تمانية، امي تسيبني اسافر لوحدي بقى. تسعة، اطلع مع منى الشاذلي. سنتي 10 فاضية. ايه 10 فاضية؟ لا لما تتحققها هقولها على طول. حاجة بيرسونال يعني عايز جدا. عايز الشخص ده موجود هنا. لا مش لازم، مش ضروري خالص والله. على ربنا يحقق لك كل امانيك، مش 10 امنيات بس، 800 امنيه. ربنا يخليها لك. سعيده وفخوره بيكم، وحاسه ان احنا هنتقابل تاني ان شاء الله باذن الله. يعني مش هزور اكتر من كده، بس عندي احساس ان احنا هنتقابل تاني. ما اعرفش ازاي ان شاء الله.